السلام عليكم مرة أخرى، محمد الهادي يتحدث إليكم. النهاردة إحنا في مصر في الفيوم في مكان اسمه قرية تونس، تونس بس المصرية. هفرجكم على المكان وبعد كده أعرفكم على أصحابي اللي معايا النهاردة وأقول لكم هنعمل إيه النهاردة، فيلا بينا. جينا قرية تونس عشان الشباب كانت عايزة تفطر، كنا عايزين نتفرج عليها زي ما شفناها في اللقطة اللي فاتت. المهم انا عايز اعرفكم على الشباب اللي معايا برضو، فمعايا حديدي او احمد حديدي، ده الانستجرام بتاعه، تخشوا تتفرجوا عليه. هو راجل شغال بالجو برو وبيعمل صور وفيديوز كمان وشغل عالي قوي. ومعانا مستر مايكل مايكل عنده تشانل، هحط لكم برضو اللينك بتاعها فوق هنا وفي اللينك تحت في الديسكريبشن، خشوا اتفرجوا عليها. بيعمل فلوجز وبيتكلم عن التصوير ويعني بنتعلم منه كتير الصراحه. يعني المكان اللي ورايا ده اسمه بحيره قارون. بحيره قارون زي ما انتم شايفين كبيره جدا، تحس ان هي بحر بس ده مش بحر، دي بحيره وهي من البحيرات القليله جدا اللي موجوده. الناس لما بتلاقي حد بيصور بيديلك كلاكس يعني هو بيسلم عليك السلام عليكم. فبحيره قارون تعتبر تقريبا من اكبر البحيرات الموجوده هنا في مصر. عامه احنا مش جايين هنا، احنا جايين عشان نروح مكان تاني خالص اسمه وادي الحيتان وادي الريان. فاحنا هنطلع لهناك في عربيه جت، في اماكن ينفع تروحها بالعربيه العاديه وفي اماكن ينفع تروحها بالعربيه 4x4. العرب الفنين الراسي الفنين اجمعي. هلا هلا، موسيقى بدويه كده حاجه يعني من اللي يعني انت فاهمني. المهم احنا هناخد العربيه دي ونطلع نخش وادي الحيتان اول حاجه. بعد كده ايه هقول لك هنروح فين. Time, but no money. But there ain't nobody stopping us. We got bills, but no dollars. But now we don't really give a. No, we don't really give a. Living for the ray of light. اه مايكل رجعنا نص ساعة لورا عشان بيشك ان العربية مفتوحة. والعربية طلعت مقفولة طبعا كما هو متوقع. الحمد لله. طب احنا عندنا وقت اصلا. ان احنا فاضيين. دي اخر وقفه ده. كل واحد فيكم اخذ وقفه. انا فاضل لي وقفه على فكره سهل. الحمد لله كل واحد تيجي سهل شويه. وادي الحيتان ده يا باشا تمام، ده يعني تقع البحر يعني. كان زمان ده كان كله ميه اللي هو فيه هياكل عظميه بتاعت حيتان لما انقرضت يعني الحيتان والميه يعني الميه نشفت وكده يعني تمام. يعني هما بيقولوا ان هنا كان احنا اصل مايكل بيقول المكان ده كان محيط او مكان ميه يعني محيط ميه. هذا كله كان ميه من كام سنه، من 38 مليون سنة. فين يا مايكل البتاع اللي انت بتاع عشان الرملة؟ احنا دلوقتي داخلين على الملاهي في وادي الحيتان. معرفش انتوا سمعتوا الكلام واحنا جوه العربية ولا لا، بس المفروض المكان اللي احنا فيه ده كان محيط من ملايين السنين، وعشان كده اسمه وادي الحيتان لان هو فيه حفريات للحيتان اللي احنا هنروح نشوفها دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. احنا كده وصلنا المكان اللي احنا رايحين له في وادي الحيتان. المكان ده اللي هو فيه الحفريات، في متحف هنا، متحف اللي هم نقلوا فيه الحاجات، هخش اصور جوه دلوقتي. وفي متحف بره الحاجات زي ما هي زي ما لقوها موجوده في نفس المكان. هم فيه تقريبا 18 نقطه، احنا هنروح عند النقطه رقم 7 علشان هناك في حوت كامل لقوه تقريبا وشه بس داخل جوه الصخر، هنصوره. بعد كده نروح مكان تاني برضو بعد ما نصور جوه المتحف المقفول وجوه المتحف المفتوح. لو بصيتوا هنا على الجبال دي او الصخور دي يعني مش جبال، هتلاقوا كده اكن يعني في حركه ميه في الموضوع. في حاجات متجمعه في ورايا هنا، حوت كبير جدا متجمع. هم عاملين تصور ازاي الحيتان تطورت من الشكل اللي ورايا ده
للشكل اللي هي عليه دلوقتي. انا عن نفسي ما اعرفش هل هو تطور ولا ممكن تكون فصائل مثلا انقرضت واللي موجود دلوقتي فصيله تانية خالص. هو ده اكيد طبعا هيكلين او حفريتين يعني مش واحده بس، هما في راسين. اه ما دي واحده لغايه هناك والثانيه بتطلع كلها. وانا كراجل طبعا بتاع جيولوجيا او حفريات مش فاهم اي حاجه، ففي فيلم بيبقى موجود جوه مدته 12 دقيقه بيشرح حاجات كتير عن الكلام ده، فنخش نتفرج على الفيلم عشان نفهم اكتر وبعدين نطلع نتفرج. طيب المتحف اللي احنا دخلنا فيه ده هم مجمعين فيه حفريات اللي لقوها في المنطقه، في مثلا خشب متحجر موجود من الاف ايه ملايين السنين، موجود في الفيديو جوه بيقول لك من 30 مليون سنه ل 200 مليون سنه في الحاجات دي. فنين المكان هنا بطريقه كده غريبه جدا. بص هم واقفين هناك، واقفين في اخر المكان الناحيه الثانيه، بس صوتهم مسمع في المكان كله. حتى احنا جربنا دلوقتي التجربه اللي هي على الحيطه دي، انا بتكلم في كورنر وهو بيسمعني من الناحيه الثانيه، ما اعرفش هم عاملين ايه كده يعني. قول حاجه ثانيه. نمره البوليس 122. ما اعرفش لما نطلع بره هتشوف الموضوع ده ولا لا، بس لو فاكرين الفيديو بتاع ابو ظبي لما رحنا المانجروفز، فهي المنطقه هنا كانت فيها المانجروفز دي، هي نفس المانجروفز اهي، ودي جذور متحجره للمانجروفز. لو فاكرين فيديو ابو ظبي كانت عامله ازاي، قلب داخلي لسلحفاة بحريه متحركه. كل ده قال صراحة يعني الناس هنا مهتمين جدا، حتى يعني طريقة بناء المكان وطريقة توزيع الصوت والمباني، ان هم يبنوا الطوب بالطريقة دي والكيرف، الناس المعماريين يعني يفهموا في الموضوع ده قوي. هو بيقول لي الناس اللي بنوه من إدفو عند حسن فتحي معماري مشهور من هناك برضه تقريبا مش عايزين نفتي. نصح بقى معلومة ان في هنا حوتين، في واحد منهم اللي هو حفريات حقيقية اللي هو دوت، والتاني ده معمول من فوق، لان طبعا تكلفه ان هم يطلعوا حفريات زي دي حاجه يعني غاليه جدا وبتاخد وقت كبير جدا عشان يقدروا يعملوا كل الكلام ده. احنا دلوقتي مشينا شويه بين النقط، فهنا في النقطه دي رقم 5 في عظم بتاع العمود الفقري، وهي النقطه رقم 6 نفس الكلام، بعدين النقطه رقم 7 اللي احنا رايحين لها اللي هي فيها شكل حوت كامل موجود زي ما هو. والواضح يعني الحيتان دي كلها ميته تقريبا في نفس الاريا، يعني في 18 حوت ماتوا في نفس المكان. هو بيقولوا اسباب الموت مختلفه وكمان ممكن تكون عصور مختلفه، بس على الاغلب دول ممكن يكونوا من عصر واحد. احنا نروح دلوقتي عند الحوت رقم 7 نشوف شكله عامل ازاي، عشان بعد كده لازم نطلع من هنا نروح مكان تاني عشان نلحق قبل الوقت بتاعنا ما يخلص. تقريبا الحوت ده كان ماشي خبط في الصخره دي فوقف، لان هو راسه مش باينه. هم قالوا لنا هتلاقوا جسم الحوت كله موجود بس راسه مش باينه زي الحوت اللي احنا شفناه جوه. اسمه ايه بقى مايكل الحوت ده؟ سيري 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 سيرتك صعبه قوي. تعال ننزل نقرا. حوت باسيلوسورس طبعا كلنا عارفينه يعني اكيد. يلا يا جدعان نرجع العربيه ولا ايه؟ مايكل بيسجل وانا هبقى طالع في الفيديو. يلا يا جدعان نرجع العربيه، هنروح على العربيات ونطلع مكان تاني.